بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. حلقتنا اليوم عن جبل القهر الواقع بالجنوب الغربي من المملكة العربية السعودية بمحافظة الريث شرق منطقة جازان. سمي جبل القهر بهذا الاسم أثناء وقوع حرب القهر، ومن ثم أطلق عليه هذا الاسم، ولكنه لا يزال يعرف بجبل زهوان. ويحد جبل القهر من الشرق مجموعة من الجبال والأودية، منها وادي لجب الفاصل بين منطقة جازان ومنطقة عسير، ومن الغرب يحده عدد من الأودية، ومن الشمال يحده وادي بيش بروافده، أما من الجنوب فيحده الجبل الأسود. يوجد بالجبل العديد من المناظر الجذابة ومنازل أهالي الجبل الكرام والمزارع المعتمدة على الأمطار بشكل كبير طوال السنة. ويوجد بجبل القهر شلال الوهيدة الواقع في الشمال الشرقي من الجبل. ويمكن الذهاب إلى قمة جبل القهر من محافظة الريث باتجاه الشمال الشرقي بمسافة 15 كيلو متر تقريبا، وفي منتصفها وصلة ترابية بمسافة كيلو ونص، ويجب الانتباه لذلك، ويفضل الذهاب بسيارة دفع رباعي. ومن أراد التنقل بالجبل مع الطرق الترابية الوعرة يفضل أن تكون السيارة مجهزة بإطارات مناسبة لذلك. وإلى هنا وصلنا لنهاية حلقة اليوم، وشكرا لكم على المشاهدة.